هذا اكيد في هذا النشاط هذا في لحظه نيت في الزمن المغربي كنعيشوا اجتياح ديال الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني عملية التقتيل اللي كدار الان وسط الاراضي الفلسطينيه المحتله. كنقولوا بانه بهذا النوع من الانشطه اللي خصها دار ايقاف هذا الكيان هذا عن الجرائم ديالو، وانه خص الشعب المغربي يعاود الاتصال بهذه القضيه باعتبار انها قضيه وطنيه، قضيه عندها انتمائها وامتدادها وجذورها في العمق التاريخي والثقافي والهوياتي المغربي، لانه القضيه الفلسطينيه اللحظه اللي كنا كنقول بانها هي قضيه وطنيه هي قضيه ماشي فقط وجدان، هي قضيه مبادئ وقيم انسانيه، لانه كل الشعوب المناضله كل الشعوب اللي كتطمح للتحرر يمكن الا تكون كتصطف هذه الندوه هذه كتجي في هذا الزمن واللي هو عرفنا فيه واحد النوع من الجزر، جزر قيمي، جزر فكري وجزر تنظيمي، لانه المنظمات اللي كانت كتشتغل على هذا المحور اللي هو القضيه الفلسطينيه كنلقاو بانها تبات الى الخلف. لذلك كنطمحوا اننا نبلغوا اليات جديده وافكار جديده ومشاريع جديده نشتغلوا فيها مع الشباب ونشتغلوا فيها مع القطاعات المهنيه الامور الاطباء الصيادله وغيرهم باش نعيدوا الارتباط بهذه القضيه باعتبار انها قضيه انسانيه. امنيستي انترناسيونال الان كطرح برامج تحسيسيه، كطرح دورات تكوينيه، كطرح نقاش عمومي حول الحضور والكثافه الحضور الاسرائيلي الان في الحقل الاقتصادي المغربي، وما كتشكلوا من تهديدات للامن الغذائي والامن المائي وواحد المجموعه الاسئله اخرى مرتبطه بالاقتصاد الوطني المغربي، لانه اللحظه اللي كنهضروا على الاقتصاد الوطني كنهضروا على البرجوازيه المغربيه وما كنهضروش على 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 عماله وعلى ولا ولا اختراق اخر كيضاف الاختراقات الان اللي كاينه الاقتصاد المغربي. هذا هو اللي كنعتبر انه هذه اللحظه هذه خصنا نبقوا كاملين ناقوس الخطا، خصنا نقولوا بانه احنا كنعيشوا لحظه اللي ينبغي اننا نعيدوا الارتباط ديالنا بهذه الهويه هذه ونعيدوا انتمائنا لهذا التاريخ. هذا اليوم في هذه الندوة حاولنا أن نناقش ما أتى به تقرير منظمة العفو الدولية حول نظام الفصل العنصري الأبارتايد وتجلياته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك في إسرائيل. فعبر تقريرنا تطالب منظمة العفو الدولية بإنهاء هذا الفصل العنصري بانتهاكات شنيعة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وكذلك الشعب الفلسطيني اللاجئ وكذلك الشعب الفلسطيني الذين يقطنون في الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل. فعبر هذه الحملة نطالب بالاعتراف بأن إسرائيل تقوم بنهج سياسة مؤسسة ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب بإنهاء هذا الفصل العنصري عبر الاتحاد جميعا في العالم. نحن منظمة لأكثر من 10 ملايين شخص نرغو بتحقيق العدالة لأجل الشعب الفلسطيني عبر حملتنا التي تسمى مناهضة الفصل العنصري. شكر هيئة المحامين على الاستضافة لهذه الندوة حول الأبارتايد ديال الميز العنصري في فلسطين المحتلة. هذا موضوع هام جدا ويجب على المغاربة كلهم يعرفوا الواقع اللي جاري حاليا في فلسطين والخطر اللي كتمثلو الصهيونية على الكيانات العربية كلها، خطر جسيم ولكن غير معروف، وهو الان كيتجلى في فلسطين باشكال عنيفه جدا بالطرد والقتل وهادشي اللي كنعيشو كل يوم. ولكن المجتمع الصهيوني ككل كيمثل خطر على الامن القومي ديالنا ديال المغاربه وديال العالم العربي ككل. اليوم كتكلم على قضيه الماء، اليوم الماء ولا يشكل واحد الخطوره، يعني كتنبؤوا بان راه كاين شيء خطير من احتجاج الماء. هما كذلك هما هادو ما يسمى برجال اعمال الصهاينه اللي كيجيو المغرب كيهتموا بالخصوص بالقطاعات اللي كتستهلك الماء. علاش؟ لانهم اولا عندهم الماء اللي كيسرقوا من الفلسطينيين وصل للحد ديالو وكيحليو مياه البحر، ولكن واحد المياه البحر كتكلف مكلفة. ملي كيجي المغرب مثلا باش يستغل الموارد المائية ديالنا اللي مازال الحمد لله متوفرة نسبيا باش يغرسوا من منتوجات ديالهم، منتوجات مثل الافوكا مثل الشام
ديالهم هما ينتجوها ويصدروها للخارج بالماء ديالنا وياخذوا الفوائد ديالها. فعلا. شكرا جزيلا. نقابه المحامين بالمغرب فرع بنزرة قدمت هذا اليوم يوم الاول ندوه رسميه حول نظام الميز العنصري واثاره على حقوق الشعب الفلسطيني وسواه وطورته. هذه المنظمه هذه الندوه تاتي بشراكه مع منظمه عفو الدوليه امنيستي وحركه بي دي اس فرع المغرب الذي شاركنا اليوم في تقرير هذه الندوه، ذلك بالتعريف بهذا النظام وخطورته وتأثيره على الشعب الفلسطيني. بطبيعة الحال نقابة المحامين المغرب رقم نترى كمحامين أعتبر دائما أنفسنا من المدافعين الكبار عن حقوق الشعب الفلسطيني على الدوام، كما ندافع أيضا عن حقوق المواطن المغربي القانون الدولي القانون الوطني. نبهنا إلى أنه نظام الميز العنصري لا يقتصر تأثيره على حقوق الشعب الفلسطيني، وإنما الآن أصبح يمتد خارج الأرض الفلسطينية. بطبيعة الحال من هذه الخارج من خارج الأرض الفلسطينية هناك وطن عربي والمغرب لا يشكل استثناء. بطبيعة الحال نحن نحاول أن نوعي أو نعرف على أن خطورة هذا الأمر تشكل على السيادة الوطنية والسيادة الغنائية والسيادة الحقوق الثابتة لحقوق الشعب المغربي. نأكدوا على أنه فعلا الغاية ديالنا هو أن نعيش بسلام وأن تصان حقوقنا على مستوى وطني. السياق اتهادي إلى الندوة. بطبيعة الحال الموقف الثابت لحركة المجتمع المدني اللي كيندرج بالإطار ديالها المحامين بالمغرب كيأكد دائما على هذه المسألة، وبطبيعة الحال لازلنا وسنبقى دائما وفياء لمبادئنا وفياء لمهنتنا التي اخترناها بطبيعة الحال وهي الدفاع كيفما كانت. فلذلك نشكر جميع المناظر الجميلة التي وقفت هذه الندوة، ونشكر كل من حضر وعرف بنشاطنا، وشكرا لجميع. تحية جميلة.